الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الجزء الأول، أرجو أن تنتبهوا، الجزء الأول من تقدير معلمات parameters، اللي هي معلمات منظومات المعادلات الآنية أو parameters for the simultaneous equation system، كيف نقدرها. والان ان شاء الله على بركه الله نبدا، ارجو ان يكون فيه الفائده العظمى لكم جميعا. الان تعرف المنظومه في الاطار الاقتصادي البحث بانها متغيرات اقتصاديه تاتي على شكل انشطه انتاجيه او استهلاكيه او خليط منها، تؤثر وتتاثر ببعضها بعضا، اي تعتمد على بعضها بعضا هذه المتغيرات. فاذا كانت واي على سبيل المثال داله في اكس واكس داله في واي، فإننا لا نستطيع وصف العلاقة بين المتغيرين بواسطة معادلة واحدة. أرجو الانتباه إلى التعريف. تأتي المنظومات الآنية على شكلين. الأول، الشكل الأول منظومة رئيسة ومجمعة بالكامل، أو ما تسمى Totally Aggregated System، يتم فيها تحديد قيم واتجاهات كافة المتغيرات. ومثال عليها الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد مغلق. أرجو الانتباه، اقتصاد مغلق الذي يأخذ الشكل الرياضي الآتي بسيط، يعني الآن GDP يساوي C زائد I زائد G. الآن الناتج المحلي الإجمالي يساوي الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي. في هذه المنظومة يحدد الإنتاج GDP كله هنا، والاستهلاك C، والاستثمار، وطبعا هنا نفقات الحكومة من خلال الدخل والضرائب، أي داخل المنظومة، داخل المنظومة، أوكي، داخل المنظومة. الشكل الثاني المنظومة الفرعية subsystem، هنا عندي totally aggregated system، هنا subsystem مثال عليها الأنشطة الاقتصادية للأسرة للعائلة أو للصناعة ما أو تجارة ما، فيها يحدد عدد من المتغيرات أي داخل المنظومة وعدد آخر خارج المنظومة. إذن هنا الآن لاحظوا لي، عندما تتغير سي هذا يؤدي إلى أنه جي دي بي يزداد، وبالتالي كمان هذا ينعكس على الاستثمار وينعكس على نفقات الحكومة وهكذا. تأتي المتغيرات التي نتعامل معها في منظومة المعادلات الآنية على شكلين. الشكل الأول هو متغيرات تحدد قيمها داخل المنظومة وتسمى متغيرات داخلية endogenous variables، متغيرات داخلية endogenous variables، أو متغيرات نفس الشيء هنا تحدد قيمها بشكل مشترك jointly determined variables. يعني هذا الآن متغيرات داخلية هي نفسها متغيرات تحدد قيمها بشكل مشترك. بالإنجليزي variables which are explained by the functioning of system and values of which are determined by the simultaneous interaction of the relations in the model. الشكل الثاني متغيرات خارجية exogenous variables أو محددة مسبقا، المعنى نفسه متغيرات خارجية أو محددة مسبقا predetermined variables، هي variables that are that contribute to provide explanations to the endogenous variables and values of which are determined from outside the system. إذن هذه المتغيرات الخارجية تحدد خارج منظومة المعادلات الآنية، بتكون محددة مسبقا خارج منظومة المعادلات الآنية. نتابع على بركة الله. تدرج المتأخرات الزمنية أو ما يسمى المتغيرات المتخلفة زمنيا lagged variables ضمن المتغيرات الخارجية أي المحددة مسبقا. في منظومة الطلب العرض الآتية الآن لدينا Q sub D demand، هي معادلة الطلب تساوي A سالب B P زائد C R، و Q S اللي هي منظومة العرض تساوي D زائد E P. لاحظوا لي كم الآن عندي معلمة، معلمتين، ثلاث، أربع، خمس معالم. ترمز B إلى سعر السلعة محل البحث، و R إلى معدل سقوط الأمطار. تحدد قيمة الآن P وقيمة Q داخل المنظومة، إذن P هذه وكيو هذه ولا الآن تحددان داخل المنظومة، وتحدد قيمة R خارجها إذ لا سيطرة ولا سلطان عليه
يعني هذا الآن معدل سقوط أمطار في التفاعل بين قوى الطلب والعرض وهو محدد مسبقا. مثال: يقوم باحث ما بتحليل الطلب والعرض للشقق السكنية ويرغب بتقدير معلومات معادلتي الطلب والعرض للسلعة محل البحث اللي هي الشقق السكنية. هذا الآن معادلة الطلب Q sub D تساوي A زائد B في P زائد C في T. الآن غيرنا الشكل السابق. العرض الآن Q sub S تساوي D زائد E P زائد F Y. ترمز Q D للطلب على الشقق السكنية و P إلى سعر الشقق و T إلى سعر الإسمنت كمدخل رئيس في إنتاج الشقق و Q S إلى عرض الشقق السكني و Y إلى دخل المستهلك. هناك متغيران داخليان P و Q لأن قيمهما تتحددان أو تحددان داخل المنظومة. P و Q تحددان داخل منظومة المعادلات الآنية. أما سعر الإسمنت بفرض أنه لا يتأثر يعني بالطلب والعرض على الشقق لأنه في له استعمالات كثيرة أخرى، فسعر الإسمنت T ودخل المستهلك فهما متغيران خارجيان لأنهما يحددان خارج المنظومة. هذه مصطلحات مهمة جدا ومفاهيم مهمة جدا أرجو الانتباه لها. لنفترض بأن باحثا ما يقوم بتحليل الطلب والعرض لسلعة ما ويرغب بتقدير معلومات معادلتي الطلب والعرض للسلعة محل البحث. لأن هذا Q sub D تساوي ألفا نوت زائد ألفا 1 في P زائد الإبسلون هو الخطأ. فعندي الآن يعني هنا في هذه المعادلة معلومتان ألفا نوت وألفا 1. الآن معادلة العرض تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في P زائد الإبسلون الخطأ. عند التوازن الآن هذا الجانب اللي هو جانب الطلب يساوي جانب العرض عند التوازن، فألفا نوت زائد ألفا 1 في P زائد ألفا عفوا إبسلون 1 تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في بي زائد في بي عفوا زائد إبسلون 2. الآن نريد أن نصل إلى فعلا يعني ما هي القيم التي تحقق هذه المعادلة بي وكيو. فإذا الآن إذا نقلت الآن هذا الآن بيتا 1 إلى الطرف الأيسر وأبقيت كل شيء على الطرف الأيمن يعني ما الذي لا يوجد فيه معامل بي، فالآن ألفا 1 في بي سالب بيتا 1 في بي تساوي بيتا نوت سالب ألفا نوت. أخذنا بي عامل مشترك الآن، فتصبح الآن بي تساوي هذه القيمة مقسم على ألفا 1 ناقص بيتا 1 زائد الإبسلون هذا الخطأ عفوا هذا سالب هذا عفوا هذا سالب هذا مقسم على ألفا 1 سالب بي 1. فبقدر أختصر هذه القيمة الآن أضعها على شكل فقط يعني رمز واحد وهو باي نوت زائد الايرور هون في 1. يعني هذا الآن هذه القيمة تساوي باي نوت زائد الآن هذه القيمة تساوي في 1. لو عوضنا هذه القيمة في معادلة الطلب أو العرض لحصلنا على ما يلي: بالتعويض عن قيمة P في أي معادلة الطلب والعرض نجد بأن الآن عوضنا عنها في الآن في معادلة الطلب نجد بأن Q تساوي هذه الكميات، فقط عوضنا عن P بهذه القيمة هنا فأصبحت ألفا نوت زائد ألفا 1 في هذه القيمة زائد الإبسلون اللي هو الخطأ في العشوائي في معادلة الطلب. وبالتالي يمكن اختصار الآن Q هذا تساوي باي 1 زائد V2. تحسب طبعا باي 1 و V2 بالطريقة ذاتها. المشكلة هنا أن لدينا معلومتين فقط من الصيغة المختزلة. هاي الآن الصيغة المختزلة، هاي الآن عندما حصلنا عليها نسميها الصيغة المختزلة، مقابل أربع معلومات. نقول لي واحد اثنين ثلاثة أربع معلومات نريد أن نقدرهم، لكن عندي من الصيغة المختزلة فقط الآن معلومتين باي و باي نوت باي 1. فمقابل أربع معلومات الآن ألف نوت ألف 1 بيتا نوت بيتا 1، ما يعني بأن هناك مشكلة في التقدير سأبينها لاحقا. كما يلاحظ بأن عدد المعلومات في الصيغة المختصرة، هذه الصيغة المختصرة وهو 2 اللي هو باي 1 وباي نوت 1، أقل من عدد المعلومات في المنظومة الأولى اللي هي 4 1 2 3 4. أي الآن باي 1 هي هذه القيمة وعندي الآن في
اكتسوا هذه القيمة اللي هي ألفا مضروبة في هذه القيمة زائد هذه. الآن تسمى المعادلات التي نحصل عليها بهذه الطريقة، هذه الطريقة هنا الصيغة المختصرة Reduced Form Equations، تستخدم في التعبير عن المتغير الداخلي بدلالة المتغيرات الخارجية. لاحظوا لي أنه هنا المتغير الداخلي بدلالة المتغيرات الخارجية، لكن هنا ليس هناك أي متغير خارجي. أوكي؟ يعني ستتضح الآن بالأمثلة القادمة إن شاء الله، يعني اللاحقة بعد قليل. لماذا لا نستطيع تقدير المعلومات هنا؟ هنا لو قام الباحث بمحاولة لتقدير معلومتي السعر P والكمية Q لعجز عن التفريق، أي طبعا مصطلح التفريق أو تشخيص أو تعريف أو تمييز أو تحديد، الاستعمال نفسه المعنى نفسه، تفريق تشخيص تعريف تمييز أو تعديل، طبعا من غنى اللغة العربية، باللغة الإنجليزية identification identify وهكذا. فلعجز عن التفريق هذا الباحث، لو يقدر الآن P و Q سيعجز الباحث عن التفريق أو تشخيص أو تعريف أو تمييز أو تحديد معادلة الطلب من معادلة العرض، لأن الكميات والأسعار التي تحققت داخل السوق هي كانت كميات وأسعار توازنية، وأن الكمية التوازنية أثرت وتأثرت بالسعر التوازني، وأن السعر التوازني أثر وتأثر بالكمية التوازنية، وبالتالي فإن الخطأ العشوائي قد تقاطع بين المتغيرين P و Q. لا يمكن والحال كذلك أن يتيقن الباحث اللهم من معادلة الطلب أو معادلة العرض، لا أستطيع أن أفرق بينهما. ومن هنا جاءت تسمية مشكلة التشخيص التعريف أو التحديد أو التمييز The Identification Problem، وهذه المشكلة تظهر بسبب صيغة النموذج، صيغة الآن منظومة المعادلات الآنية هو المقصود بذلك. يمكن أن يحصل على معادلة الطلب على حدة أو معادلة العرض على حدة، لكنه لا يمكن أن يحصل على الاثنين على الأقل في الحالة هذه. في المثال السابق أرجع له بسرعة حتى تتذكروا، اللي هو هذه معادلة الطلب ليس فيها على الطرف الأيمن إلا السعر، وهنا معادلة العرض ليس فيها على الطرف الأيمن إلا السعر. الآن لا يمكن، والحال كذلك كما ذكرت. إذن الآن تتضح الصورة، إذا افترضنا أن دالة الطلب مستقرة ستيبل لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، في حين أن دالة العرض قد تعرضت إلى هزات أو إزاحات أو تغيرات بنيوية structural shift نتيجة لاعتبارات معينة كما هو موضح في الشكل هذا. الآن الشكل هو نلاحظ الآن في الجزء ألف هذا من الشكل بأن منحنى الطلب ثابت، لكن العرض ارتفع أو انخفض أو كان في هذا الموقع، وبالتالي لا نستطيع الآن إلا يعني أن أتعرف فقط الآن على الكميات المعروضة. أما في البي فلا أستطيع التعرف، لأنه الآن منحنى العرض ثابت، هنا الكميات المطلوبة أخذت مواقع مختلفة، وبالتالي لا أستطيع التعرف إلا على الكميات المطلوبة. وبالتالي هنا يعني هنا العرض الطلب مستقر، العرض الذي يختلف هنا العرض مستقر والطلب، وبالتالي في الحالة نفسها والمعادلة التي كتبتها قبل قليل لا نستطيع أن نميز بين الطلب والعرض. نتابع مع الأمثلة مزيد من الأمثلة. لنقوم الآن بتعديل النموذج السابق، ونفترض بأن باحثا ما يقوم بتحليل الطلب والعرض للسلعة لسلعة ما، ويرغب بتقدير معلومات معادلتي الطلب والعرض للسلعة محل البحث. الآن عدلنا النموذج، الآن الكميات المطلوبة، كمية مطلوبة تساوي ألفا نوت زائد ألفا ون في بي زائد ألفا تو في واي، الآن هذا واي سأعرفه بعد قليل وهو الدخل طبعا زائد الخطأ المعياري. وهنا الآن المنحنى عفوا معادلة العرض تساوي بيتا نوت زائد بيتا ون في السعر زائد إبسلون تو الخطأ العشوائي. عند التوازن الآن الجانب هذا اللي هو جانب الطلب يساوي جانب العرض، وبالتالي ألفا نوت زائد ألفا ون في بي زائد ألفا تو في واي زائد إبسلون تساوي بيتا نوت زائد بيتا ون في بي زائد إبسلون تو. ما يعني الآن إذا دقلت هذا إلى الطرف الأيسر وكل شيء هنا ما عدا بي إلى الطرف الأيمن، بتكون بي تساوي بيتا نوت سالب الآن ألفا نوت على ألفا ون سالب بيتا ون سالب، أوكي لأن هاي نقلناها إلى الطرف الأيمن، سالب ألفا تو على ألفا ون سالب بيتا ون في واي، يعني طبعا حاصل قسمة
اللي هو الفرق بين الخطأين مقسم على ألفون سالب بيتا 1. أقدر الآن أختصرها، يعني هذه معلمة وهذه معلمة، الآن لدينا معلمتين لكن بختصرها، بخلي الآن هذه الكمية أعبر عنها بالرمز هذا باي 1 باي نوت عفوا، وهذه الكمية أعبر عنها بالرمز هذا باي 1 في واي طبعا، زائد هذا الآن كلياته الآن يساوي في نوت اللي هو الخطأ العشوائي. كيو بالتعويض طبعا تساوي بالحالة هاي بيتها، يعني عوضنا الآن هنا عن مكان إيش، يعني وضعنا مكانها الآن مكان P وضعنا هذه الكمية، فالآن اللي هي طبعا يعني عوضنا الآن محل P في الكمية في هنا بالمعادلة الطلب، وبالتالي هذه كمية P هنا، هذه عوضنا عنها في مكان P هنا، وبالتالي الآن تساوي بيتا زائد بيتا 1 في باي زائد بيتا 1 في باي 1 عفوا باي طبعا ناتون بيتا 1 زائد باي 1 في واي زائد في 2. سبحان الله أن عندي يعني يبدو أنه في تحسن الوضع عما كان قبل قليل بالمعادلة الأولى. هنا هذه الآن باي نوت هي هذه القيمة، وهذه الآن باي 2 هذه القيمة، وطبعا الخطأ العشوائي هنا اللي هو هذا هذه الكمية الكسر هذا تساوي هذه القيمة. الآن نستطيع تقدير معلومات معادلة العرض لكننا لا نستطيع تقدير معلومات معادلة الطلب. لماذا؟ سأبين ذلك يعني إن شاء الله في المقطع الثاني، لكن هنا أنبه أنه باي نوت تساوي هذه الكمية أوكي؟ بيتا نوت سالب ألفا نوت مقسم على ألفا 1 سالب بيتا 1، وباي 1 لاحظ عليها الآن باي 1 هي تساوي سالب ألفا 2 على ألفا 1 سالب بيتا 1. سيتضح سبب ذلك لاحقا، مع ملاحظة أرجو ملاحظة أن عدد المعلومات من الصيغة المختصرة وهو 4، يعني عندنا الآن في الصيغة المختصرة هاي 1 2 3 وهذا 4 كله، في حين أن في المنظومة الأولى لدينا 5 1 2 3 4 5، فلا أستطيع أن أقدر 5 معلومات من 4 معلومات، لا أستطيع أن أقدر 5 معلومات اللي هي ألف نات ألف ون ألف تو بيتا نات بيتا ون، هذه 5 من 4 اللي هي هذه القيمة واحد هاي الثانية هذه الثالثة وهذه الرابعة. نتابع، لنفترض بأن منظومة الطلب والعرض كانت كما يلي، عدلنا عليها الآن، الطلب هذه القيمة، يعني هذه المعادلة الطلب هاي معادلة العرض. الآن لاحظوا لي أنه Q تساوي ألفا نوت زائد ألفا 1 P زائد ألفا 2 في Y زائد إبسلون 1، الآن العرض بيتا نوت زائد بيتا 1 في P، لاحظوا هنا لكن أضفنا إلها هنا Y، هنا أضفنا R زائد الآن بيتا 3 في G زائد الإبسلون. هذا الآن متغير داخلي وهذا متغير داخلي، لكن هذا متغير خارجي، هذا متغير داخلي، هذا متغير داخلي، هذا متغير خارجي كما افترضنا، وهنا متغير خارجي. إذا الآن يعني نتابع، سنكتشف شيء يعني إن شاء الله أنه بتتضح الصورة أمامكم أحبة الطلب المتابعين. عند التوازن الآن الكميات المطلوبة من خلال يعني معادلة الطلب تساوي الكميات المعروضة من خلال معادلة العرض، وبالتالي الآن ألفا نوت زائد ألفا 1 في P زائد ألفا 2 في Y زائد إبسلون تساوي هذا الجانب اللي هو بيتا نوت زائد بيتا 1 في P زائد بيتا 2 في R زائد بيتا 3 في G. لاحظوا لي كم الآن عدد المعلومات في منظومة المعادلات، يعني 1 2 3 4 5 6 7 أوكي، 1 2 3 4 5 6 7. الآن عندما نحل هذه يعني P لحالها، فالآن بعد ما نقلنا كل شيء في P إلى الطرف الأيسر والبقي إلى الطرف الأيمن حصلنا على هذه الكمية، اختصرناها بالشكل المختزل، أصبحت الآن P تساوي pi not زائد pi 1 في Y زائد pi 2 في R زائد pi 3 في G. لاحظوا لي الآن إذن هذه معلمة 2 3 4 هاي فقط ب P. طب الآن بالنسبة ل Q هذه الآن
واحدة ثنتين ثلاثة أربعة. إذن في عندي ثماني معلومات من الصيغة المختصرة مقابل سبع معلومات في الصيغة اللي هي منظومة الأصيلة، المنظومة الأصل. نلاحظ في هذه الحالة بأن عدد المعلومات في الصيغة المختصرة وهو ثمانية أكبر من عدد المعلومات في المنظومة الأولى وهو سبعة، كما ذكرت هنا سبع معلومات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أما الآن هنا لدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، هاي ثمانية. إذن ما يعني بأننا نحصل على تقديرات ليست فريدة من نوعها. لنعود إلى منظومة الطلب، العرض على الشقة السكنية وذكرناها كما يلي في المثال قبل السابق. لعند التوازن كمية مطلوبة تساوي كمية معروضة بالتعويض في كيو دي أو كيو اس، نحصل على الآن قيمة بي، هذه الآن A زائد بي بي زائد سي تي، هذه طبعا هنا جانب الطلب يساوي جانب العرض، وتساوي دي زائد اي بي زائد اف واي. لاحظ أرجوكم يعني هنا التركيز، فالآن أريد أن أحصل فقط على بي بالحالة الأولى ثم أتابع. فالآن لاحظوا لي نقلنا اللي الآن اللي فيها P إلى الطرف الأيسر، أو بمعنى آخر يعني كل شيء في P إلى الطرف الأيمن أو الأيسر، لكن الحل سيكون نفسه. فبتساوي بالحالة هاي تساوي EP سالب PP، هذا يؤدي إلى أنه P مضروب في E سالب P تساوي A سالب D زائد CT سالب FY. معنى ذلك أنه P تساوي هذه القيمة الآن، هذه لما يعني P تساوي هذه مقسم على هذه وهذه مقسم على هذه وهذه مقسم على هذه بصيغة هاي. أوكي، نتابع الآن. تكون قيمة Q كما يأتي بالتعويض في معادلة الطلب، هذه الآن قيمة Q، لكن أرجو أن أختصرها الآن يمكن وضعها في شكل أسهل كما يأتي. الآن هذا الشكل اللي وضعنا P ستار أوكي قيمتها تساوي ألفا 1، هاي بدل القيم السابقة E و B وهكذا، زائد ألفا 2 في T زائد ألفا 3 في Y، و Q تساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 في T زائد بيتا 3 في هذا. هلا بتبين إن شاء الله هنا، لاحظوا لي وضعتها ثاني مرة إنها ألفا تساوي هذه القيمة A سالب D على E سالب B، وألفا 2 اللي هو ألفا 1 هذه، ألفا 2 تساوي هذه القيمة، وألفا 3 تساوي هذه القيمة. وكيو الآن من هنا الآن بيتا 1 تساوي هذه القيمة، بيتا 2 تساوي هذه القيمة، وبيتا 3 تساوي هذه القيمة. هنا إن استطعنا الحصول على تقديرات فريدة من نوعها لمعلومات المنظومة فإن المعادلات فيها تكون معرفة بالضبط، وإن كانت التقديرات متعددة فإن بعض المعادلات تكون أكثر معرفة. وإذا لم نستطع الحصول على تقديرات لكل المعلومات في المنظومة فإن المعادلات فيها تكون غير معرفة. لابد من نلاحظ هنا أن عدد المعلومات الهيكلية مساو لعدد المعلومات في المنظومة، معنى هذه بشرة سارة أننا نستطيع، لكن بعدما عدلنا على شكل نتابع الآن. إذا استطعنا أو نكرر الحصول على تقدير قيم معلومات المعادلات الهيكلية أي معلومات المنظومة الأصل من تقدير معلومات الصيغة المختصرة المختزلة فإن المعادلة تكون معرفة Identified. أرجو الانتباه إلى هذا التعريف. إذا استطعنا الحصول على تقديرات فريدة، هنا لم أحدد أنها فريدة أو غير فريدة، المهم هنا استطعنا أن نحصل على تقديرات، لكن ما قلت فريدة، هنا أحدد بأن التقديرات فريدة يونيك لقيم معلومات المعادلات الهيكلية فإن المعادلة تكون معرفة بالضبط Just Identified أو بالتمام. إذا كان عدد معادلات المنظومة أكبر من عدد المعلومات المطلوب معرفتها فإن ذلك قد يؤدي إلى ظهور نتائج تقدير متعددة للمعلومات المنظومة الأصل. إن لم نستطع الحصول على تقدير معلومات المنظومة الأصل
من معلومات الصيغة المقصودة فإن المنظومة تكون غير معرفة أن أيدنتيفاي ولا يمكن الحصول على تقدير لأي من المعلومات. هذا باختصار الآن حالات التعريف التحديدي: معرفة أيدنتيفاي، معرفة بالضبط exactly or just identified، غير معرفة أن أيدنتيفايد. الاعتماد على المعادلات المختصرة هو مشكلة بحد ذاتها، لأن بعض المنظومات قد تكون كبيرة كبيرة الحجم من حيث عدد المتغيرات وعدد المعادلات فيها، ولهذا السبب لابد من اللجوء إلى اختبارات دقيقة تساعدنا على الوصول إلى قرارات محددة متعلقة بالتقدير. طور علماء القياس الاقتصادي اختبارات قياسية تعتمد على عدد المتغيرات المحذوفة، وفيما يلي أهم اختبارين منها: الاختبار الأول هو اختبار شرط الترتيب الدرجي اللي هو Order Condition Test، الثاني اختبار شرط الرتبة Rank Condition Test. طبعا إن شاء الله في المقطع القادم في الجزء الثاني سنلجأ إلى توظيف الاختبارين المذكورين، وأبين من خلال الأمثلة المتعددة كيف نتحقق من أن المعادلة معرفة أكثر من معرفة أو غير معرفة. وإلى لقاء آخر بإذن الله، هو في الجزء الثاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.